مساء الخير، مساء النور، مساء الصحة والجمال. أهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج دنيا ودين. دنيا ودين بيعرض كل مشاكل العلاقات الزوجية ومشاكل الأسرة والمجتمع، وكمان هنتكلم عن الطب البديل وعن العلاج بالقرآن. ولكن في البداية أحب أرحب بالدكتور والمعالج الروحاني ومفسر الأحلام الدكتور مصطفى أبو جازي. أهلا بك يا دكتور. مرحبا بك يا أستاذ نور. مرحبا، أهلا بك معنا. وأيضا هنرحب بضيفتنا الجميلة أخصائية الطب البديل الأستاذة هلا إسحاق. أهلا بك يا فندم. دكتور، من غير ما نبص في ورق بقى كده، وعايزين ندخل في الموضوع على طول، وعايزين نتكلم عن خادم الحمام او الجن او الشيطان، وعايزين نعرف ايه بمعنى اصح يعني ايه خادم الحمام، ويعني ايه جن وايه شيطان، وهل بيشكل خطر على افراد الاسره او الاطفال في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والله يا أستاذة نورة، قبل مبدأ الحوار في عنوان الحلقة والشغل والمفروض ينقال النهاردة الحلقة دي، صراحة كان في بوست كده نزل أو فيديو نزل على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، في بعض الأشخاص بيقارن نفسه بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبيتكلم إنه إن كان عمر بن الخطاب له ميزات فهو له ميزات أكثر منها. فأقول لهذا الشخص، ولا داعي لذكر الأسماء لأن طبعا ما بحبش أنني أتكلم عن أحد أو عودت لساني أنه ما يلفظ بألفاظ قبيحة لأحد، ولكن عمر بن الخطاب يا سيدي الفاضل، وهذه الرسالة موجهة له، هو الفاروق عمر الذي فرق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب يا سيدي الفاضل من العشر المبشرين بالجنة. عمر بن الخطاب يا سيدي الفاضل الذي نزل القرآن برأيه. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ونكمل الحلقة بتاعتنا النهاردة يا أستاذة نورة، ونتكلم مع حضرتك. كنا نتكلم عن خادم الحمام، وأن خادم الحمام في المرحلة الأخيرة من مراحل خادم الحمام عندما يكون أشد ذروة وأشد خطرا بيتمثل للشخص في داخل الحمام. طيب، إذا ظهر لشخص جني وهو خادم الحمام أو ساكن الحمام في الحمام، ماذا يصنع أهل البيت حتى ينقذوا هذا الشخص أو هذه البنت عندما تفلت عليها شيطان في الحمام، او دخل عليها شيطان في الحمام، او ظهر عليها شيطان في الحمام؟ طبعا اول شيء مفروض احد من افراد اسرتها وهو خارج الحمام، اذا كانت تصرخ او رات شيئا غريبا او تستنجد باهلها، يفتح باب الحمام ومن برا الحمام يشير الى الحمام وهو يقول آية الكرسي 3 مرات، ثم يقرا ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لننبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه مؤصدة، ويكرر وإنها عليه مؤصدة 3 مرات حتى ينتهي من سورة الهمزة 7 مرات، ثم الزلزلة 3 مرات حتى يترك هذا الشيطان من تفلت عليه داخل الحمام فيخرج هو. لا يدخل الشخص اللي بيقرأ القرآن الحمام، ولكن الشخص اللي كان ممسوك في هذا المكان يخرج إلى خارج الحمام حتى يأتي براق أو أحد يستطيع أن يعالج هذا الشخص، لأنه كده في هذه الحالة أصبح أو في دليل أو في علامة أن هذا الشخص أو هذه البنت مصابة بجني من الحمام، سواء داخلها لبس أو مس أو سحر. تمام. طب يا دكتور، هل في دلوقتي علاج نقدر نتحصن به من خادم الحمام ده؟ تمام. خادم الحمام طبعا عشان نتحصن أو عشان ما نقعش في إيذاء من داخل الحمام، أولا يجب على من يدخل الحمام، يجب عليه أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء أو يقول دعاء الحمام بسم الله كما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودي سؤال جميل بشكر حضرتك عليه يا أستاذة نورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما إذا دخل الخلاء كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحمام قال غفرانك، وفي رواية أخرى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهذا مدلول على أن الحمام به أذى، وأن هناك شياطين بداخل الحمام تتفلت على الشخص أو ممكن تأذيه. طب إيه هي الحاجات اللي ممكن يا أستاذة نورة تأثر على الشخص داخل الحمام؟ إيه الحاجات اللي يجب أن ينتهي عنها الشخص حتى لا يصاب أو يبتلى داخل الحمام؟ أولا البكاء الشديد. أغلب البنات في سن المراهقة والفتيات والزوجات عندما يكون عندها مشكلة ما تحبش تهلل في الحمام، ودي للأسف الشديد كل البنات بتعيط في الحمام يا دكتور. ودي للأسف الشديد، يمكن 90% من الحالات اللي بتجي لي وبتبقى مصابة بجني حمام يكون سببها البكاء الشديد داخل الحمام. فيجب على الشخص اللي بيخش الحمام يدخل على جهة قضاء الحاجة فقط،
اذا دخل الخلاء يقضي حاجته ويخرج على طول. طب يسمع اغاني بلاش بكاء ونقول الحته ما في واحد بيستمتع وهي قاعده مثلا في الحمام انها تشغل اغاني او تشغل التليفون، او في ناس جابت شاشات دلوقتي في الحمامات يعني في شاشات طبعا دي خطر شديد جديد شديد جدا جدا، وبنهى عنه وبحذر سيدات مصر او السيدات في بيوتهن الا يستعملن هذه الصفات او المبالغه في المكس في الحمام، لانه فيه خطر شديد لابد ان تقضي حاجتها وتخرج في سرعه. طيب في حاجه ثانيه بيحصل بين الاطفال وبعضهم والاولاد والاخوات بعضهم، انه بيخوف اخوه في الحمام ممكن يطفي عليه النور. انا كنت لسه هسالك دلوقتي، الصراخ في الحمام يعني مثلا ام بتزعق لابنها وهي في الحمام خطر. او هي مثلا حصل حاجه فغصب عنها انفعلت فصوتت جامد، فهل ممكن في نفس اللحظه والعياذ بالله تلبسها حاجه ولا ده طبيعي؟ ممكن يلتبس، ده بتعرض ابنها وبتعرض نفسها لخطر شديد. يعني بتعرض الطفل لخطر شديد وبتعرض نفسها. مفيش تأديب في الحمام انك تضربي فيه او تصرخي في وشه او تأنبيه، بالعكس ده المفروض تبقى ممنوع صوت اساسا خالص، يعني في الحمام المفروض مفيش كلام خالص الا للضروره، في حاجه مثلا حصلت فجاه وكلام ده يتكلم كلام على شبه السرعه، ولكن هتضرب ابنها في الحمام وتعذب بنتها في الحمام، ده انا يعني بتجي لي قصص او بسمع قصص مهوله. عارف يا دكتور ممكن الطفل يخرج منه لوحده كده مش ما متسيطرش عليه هي. يخرج من الحمام لا يخرج منه في عالي يعني. اتعلموا الاداب دي يا دكتوره هاله. الاداب دي تقول يا ابني يا ابني انت دخلت الحمام ممنوع انك تتكلم خالص، او هو قبل ما يدخل الحمام شوف ايه الحاجات اللي هو عايزها في الحمام وتاديها له قبل ما يدخل الحمام. يعني تقصد الاطفال الصغار يعني تحت السن اتركوا يا فندم، اتركوا تحت الدش يا فندم وتروح تجيب هدومه. يعني الفتره دي خطر جدا، خطر جدا على الطفل فعلا، لان بتوصل بعد كده لاعراض خطيره جدا عندما يلبسها جين حمام او يلبس الطفل الصغير، بيبقى شديد البكاء الطفل وما نامش بالليل وبيشوف حاجات كئيبه جدا جدا جدا، وبنتحاول بقى نعالج الحاجات دي، مثلا بنجيب زيت زيتون ونقرا عليه مثلا ايات الرقيه وايات وسوره ياسين بنيه الشفاء، ويدهن بها الطفل المريض او الممسوس من الحمام 7 ايام بامر الله عز وجل بيشفى. حته ثالثه برضو من خطر الحمام عشان ما عدهاش للساده المشاهدين طبعا اللي بحترمهم واجلهم، موضوع الحمام برضو من ضمن الاسباب او الاشياء اللي بتدل ان الشخص زي مأذي او عليه جن حمام، حب القذاره، انه ما بيحبش يستحمى كتير وما بيحبش ينظف نفسه ولا نظافه الثوب. طب هقطعك يا دكتور، معايا اتصال دلوقتي. ام محمد اهلا بك يا ام محمد، اتفضلي. موجوده معانا ام محمد؟ الو السلام عليكم. الو طيب هو تقريبا الاتصال راح فنكمل كلامنا يا دكتور. طب نعمل ايه دلوقتي لو ظهر والعياذ بالله جن في الحمام، نعمل ايه عشان ما يظهرش تاني؟ تمام، احنا قلنا في بدايات اول حاجه ساعه ما ظهر وخلصنا المريض او المريضه او الشخص اللي ظهر له الجن في الحمام بقراءه ايه الكرسي 3 مرات وسوره الهمزه 7 مرات وسوره الزلزله 3 مرات، طلع المريض من الحمام خلاص، يبدأ نتعامل بقى مع احد المختصين بهذا الرقم. ام محمد رجع تاني. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا ام محمد. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي. اتفضلي يا فندم معاكي. يا شيخ لو سمحت، جازي عنده شك فظيع لدرجه ان لما يقفل عليا انا واولادي وانا عندي 62 سنه. تمام يا فندم اتفضلي. ولا ما يطلع طلع بره ربع ساعه لازم يغسل علينا البيبان كلها. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الموضوع ده معايا من زمان يا ام محمد. انا عندي 63 سنه ومصلي وصوم وعباده تامه انا واولادي. ربنا يبارك لك ويحافظ عليك، ربنا يحافظ عليك يا فندم. طيب هو الموضوع ده معايا بقاله فتره. تقول لي اي حاجه تدل ريقي انا واولادي. حاضر حاضر يا ام محمد، حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. شكرا على اتصالك ام محمد. طبعا يا استاذه نوره اديكي شايفه الاتصال، ام محمد بتشتكي من زوجها انه بيشك فيها. طب لما نقول مثلا زوج بيشك في زوجته مثلا على سن 20 سنه 25 سنه 30 40 تبقى شيء معقول، انما زوجها فوق ال 60 ويشك فيها، ده باذن في حاجه عرضي او حاجه عرضيه على جوز ام محمد انه ممكن يكون مصاب عنده جن اسمه وسواس او سحر اسمه سحر الوسواس القهري. هذا الشيطان او هذا الجني لما بيتمثل لشخص او بيلبس شخص او يكون معمول له عمل بالشك والغيره ناحيه مراته واهل بيته، طبعا بيعمد الجن انه يطور الحاله، ممكن توصل للراجل للجنون، بيقول لك بيوصل ثلث ساعه يطلع بره البيت ويرجع يأنبهم او يرجع شاكك ان حد يكون دخل
يكون حد دخل البيت وكلام من ده. فبنقول لأم محمد اقرأي سورة ياسين أو حد من الأولاد يقرأ سورة ياسين وسورة البروج 3 مرات على إناء كبير مليان مية وترشي منه البيت، تحصني منه البيت على 3 أيام يا أم محمد، وحاولي تسقيه مية بقرآن سواء رضي أو مرضيش من غير ما يعرف، يسقيه مية من اللي عليها سورة ياسين دي، إن شاء الله هيهدى ويكون كويس بأمر. ومعنا اتصال تاني سارة، اتفضلي يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام. وكده يا بص حضرتك، انا يا شيخ انا متجوزه بقالي 2 سنين. تمام يا فندم اتفضلي. يعني متجوزه شهر 10، جوزي تعب بمعدته شهر 11. تمام. من وبعد كده شهر 1 جت له جلطه في رجليه. يا ساتر يا رب. تمام. من ساعه بقى ما اتجوزنا لحد النهارده اللحظه دي جوزي بيعاني من معدته ومن رجليه. رحنا للشيوخ ورحنا الدكاترة، الدكاترة بيقولوا فيه جلطة وفيه التهابات في معدته، بس العلاج مش جايب أي نتيجة. تمام. ورحنا للشيوخ كل يقولوا إيه، أنا يعني السبب مني أنا، يعني أنا في حد ماتتني حد عامل كده، فاهم؟ تمام. بس أنا ماليش دعوة، والله ما ليا دعوة. مش حاسه بقى عرض عليك، لكن ما تعرفيش إن أنت السبب أو مش السبب، دي يقول أحد المختصين أو معلمين، لكن أنت حاسه نفسك طبيعية؟ أيوة يا أستاذ سارة. حاسه نفسك طبيعيه، مفيش اي مشاكل عندك، مفيش كوابيس، مفيش احلام، بتنامي كويس بالليل؟ انا بنام كويس وكل حاجه، بس هو عشان بيسافر وكده انا طبيعي بكون خايفه، يعني لما بقعد لوحدي. بس لكن مرض وده انا مش عارفه السبب ايه، مش عارفه. تمام. هقول لحضرتك وفي شيوخ ياما قالوا شارب حاجه وادوا له حاجات وقعد يرجع وحاجات كده. وفي من ضمنهم شيخ اداله ورقه قال له دي تحطها تحفظك. انا فتحت الورقه ما اعرفش دي ايه، كنت بنضف ولقيت الورقه فتحتها لقيت فيها مكتوب اسم مامته واسمه، خفت بصراحه ورحت قافلاها مكانها. لا ما تقفلهاش مكانها. بص يا في حاجه من حاجتي انا، في حاجه من حاجتي انا وانا برضو بوضب الدولاب لقيت طرحه من طرحي مرسومه عليها عين. اول برضه ما شفتها قعدت نعيط وانهارت ما شفتها بصراحه. تمام. بس انا مش عارفه ايه يعني ايه حل. هقول لحضرتك. حاضر يا استاذ ساره. حاضر يا مرسي. ماشي يا فندم. ومعنا ياسر برضه قبل ما ترد يا دكتور بس. فضل. على ساره. اتفضل يا ياسر. اتفضل يا استاذ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. سريعا بس يا استاذ ياسر قول مشكلتك عشان بس الوقت البرنامج. اتفضل. انا مشكلتي ان انا كنت شغال مع واحد. تمام. والواحد ده سبته، كنت ماسك مدير مسؤول في المستودع. تمام. تمام. سريعا يا ياسر بعد اذنك. اتفضل. تمام. اتفضل يا ياسر. سامعك يا فندم. اتفضل يا فندم. وسبت الشغل معاه، وبعد ما سبت الشغل بمده تمام الراجل ده انا كنت ماضي على اصولاته وماضي مدير مسؤول. تمام. فهو ابتزني واشتكاني وطلب مني ان انا اجيب عقده مش عليا، فجبتها بالفعل. لذلك هو مش راضي يديني اشتراكي ومش راضي يديني حاجه. تمام. بنشكرك يا ياسر. اتفضل يا دكتور رد عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستاذه ساره، الشكوى بتاعت حضرتك يا استاذه ساره تتكلمي ان زوجك من بعد ما تزوجتي على طول بـ1 شهر بدات اعراض تظهر على الزوج، سواء الم في المعده، سواء الم في المفاصل، المهم حالته الصحيه تدهورت. دي دليل كبير جدا ان كلام الاخوه الشيوخ اللي كان قبل كده ان في مصداقيه، فعلا في حاجه رابطه بينك وبينه او في مصدر اذى من خلال جسمك. طبعا حضرتك مش حاسه باي اعراض، لان ممكن يكون المخلف او الجن المكلف بالسحر ده مكلف ان يؤذي زوجك من خلالك انت، مش من خلال جسم زوجك. فطبعا يطلب ان راقي تاني او اي حد يتواصل معاكي او تتواصلي معنا بعد الحلقه ان شاء الله امين، هنقول لك على العلاج تفصيليا، ولكن مبدئيا حاولي تقراي سوره قاف والرحمن على ميه واشربي منها، وخلي زوجك يشرب لما يملى بطنه من الميه دي على 3 ايام، ورشي الشقه كلها مش اوضه النوم بس، رشي الشقه كلها، وحاولي ينجع رجليه في ميه سخنه بملح كل يوم حوالي نص ساعه قبل ما ينام. وتواصلي معنا بعد البرنامج وان شاء الله هنقول لك على الطريقه المتكامله ان شاء الله. مشكله ياسر، بالنسبه لمشكله الاستاذ ياسر وصلات الامانه، طبعا يعني الناس تنتظر الساعه اذا ايه ضاع الحق بينهم. فهو بيقول الراجل سد فلوس اللي دافعها وكان عليه كومبيلات ودفع الفلوس. أيوة. والوصولات الامانه الراجل بينكر فيها او مش عايز يديها له. طبعا يعمل محضر في الشرطه اثبات حاله. أيوة. انه دفع الفلوس عليه، بس ياخد 2 شهود يكونوا شافوا وهو بيسد الفلوس اللي عليه. طيب. وان شاء الله من ربنا ياخذ له امر بامر، لازم يكون في مشاكل قانونيه عليه ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله.
دكتورة هالة، دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه هو الطب البديل والطب التكميلي وفروعه وطرق العلاج المختلفة منه، اتفضلي. هو الطب البديل هو المفهوم الصحيح ليه او منظمة الصحة قالت الطب البديل هو اسمه الطب التكاملي او التكميلي. تمام. ان هو بيكمل الطب التقليدي او الطب الحديث. تمام. كان شائع ان هو مقتصر على الاعشاب. تمام. بس هو ده مش صحيح، هو ليه فروع كتيرة. يعني هو بيندرج تحته الطب النبوي اللي هو يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا في اكتر من حديث، مثلا بالعلاج بالقسط الهندي بشوربه عسل، يعني داخل الحديث. وطبعا الحجامه ديت الطب النبوي، يندرج تحته الطب الصيني اللي هو العلاج بالوغز بالابر الصينيه. طبعا كل عرض او مرض ليه خريطه بنتعامل احنا طبعا معاه. فمن هنا انا بقول برضو لازم كل اللي بيتعالج بالطب التكميلي او البديل هو دارج ان هو بديل، بس هو كلمه بديل يعني بيجوا في الطب الحديث او الطب التقليدي يقول لك هو هل هو بديل للطب؟ لا طبعا، الاثنين احنا لازم بنمشي باشعه وتحاليل، وما فيش حد يوقف علاج او يوقف مثلا بروتوكول معين الدكتور ممشي عليه علشان هو ماشي بالطب التكميلي، لا ده بالصح. احنا دوت مكمل لدوت لحد ما بنوصل الفاينل او الفيصل في الموضوع ايه؟ التحليل والاشعه. في علوم الطاقه برضو بنعالج بيها زي الريفلكسكولوجي او الطب الانعكاسي، في اللدغ النحل او سم النحل. طبعا هو بروتوكول انا بمشي عليه طبعا لكل مريض حسب حالته، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا هعالج بالحجامه بس، لا هعالج بالاعشاب بس، لا انا بستخدم كله ان انا اوصل لاقصى درجه شفاء انا عايزاها للمريض. طبعا ان شاء الله بامر الله، يعني ايه كل فرع بعد كده في الحلقات ان احنا هنتكلم مثلا على الحجامه بالتفصيل، إيه جلسه الحجامه عامله ازاي، ايه بروتوكول الجلسه عموما، لان انا يعني عايزه اللي بيتعالج يبقى فاهم هو على الاقل رايح فاهم هو بيتعمل معاه ايه، لان طبعا في هواه كتير بيدخلوا في المجال. فانا عشان كده انا بقول مش عيب خالص ان انا اروح مركز اشوف الشهادات اللي انا اللي موجوده، اشوف اللي بيعالجني دوت بيعالجني على اساس ايه، لان انا بسلم له نفسي. فاحنا بامر الله يعني ان شاء الله على مدار الحلقات الجايه هنتكلم على كل فرع بالتفصيل، وازاي ان انا مثلا ابقى اروح ابقى يعني اتكلم ازاي، يعني هو مثلا رايح او انا جاي من عند الدكتور، غالبا اللي بيجي لنا هو بيكون لف خلاص على الدكاتره وما وصلش للنتيجه اللي هو عايزها، فانا ببتدي من هنا. ومع طبعا برضو بنبه تاني مع العلاج بتاعه ماشي عليها عادي جدا. تمام. بس فهم امر الله ان شاء الله، يعني انا النهارده هو احنا اتكلمنا على فروع قليله، هو فروع كتير جدا، يعني عايزين نتكلم الحلقه الجايه عن كل حاجه، يعني كل مره ان شاء الله نتكلم بالتفصيل، وهجيب ادوات الحجامه بامر الله، وهعرف بروتوكول الجلسه عامل ازاي وقبل ايه وبعد ايه، لان في حاجات في قبل وحاجات بعد الجلسه. اكيد طبعا. بس فبامر الله ان شاء الله المره الجايه نتكلم باستفاضه اكتر بامر الله باذن الله. دكتور مصطفى، هل هناك ورده او رقيه للحسد تقدر تقول للساده المشاهدين ان هم يقدروا يتبعوها بعد كده، او يقولوها او يرددوها حتى في اي مكان؟ طبعا اغلب المجتمع المصري او اغلب البيوت النهارده بيشتكي من الحسد، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء يسبقه القدر لسبقته العين. فدايما بتبقى هناك اوراد علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع كل منا يرقي نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترقي، او كان جبريل عليه السلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس او عين حاسد، بسم الله ارقيك والله يشفيك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرع وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما زرع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يا أستاذة نورة، بعد كده بيبقى فيه آيات قرآنية، الفاتحة 7 مرات بتقرأ في ماء، ثم آية الكرسي 3 مرات، ثم سورة الإخلاص، ثم المعوذتين بالطريقه الكيفيه الاتيه: ياتي بشفشك ويحط يده اليمين في الميه ويقرا هذه السور بترتيل، ويريد بعنايه كثير يحافظ على التشكيل والاداء التجويدي، ثم ينفخ بين كل سوره وسوره في الماء 3 مرات. الميه دي يستخدمها المحسود يشرب منها باستمرار ويغسل دماغه ويرش البيت بتاعه، 3 ايام الحسد يروح منه ان شاء الله.
تمام، بشكرك جدا يا دكتور مصطفى، وبشكرك جدا يا دكتوره هالة. ربنا يخليك يا دكتور. انتظرونا في حلقه قادمه هنتكلم بقى فيها عن الحجامه وانواعها والامراض اللي بتعالجها، وهنتكلم كمان عن سحر المحبه واهل الربط واثره على الحياه والعلاقه الزوجيه، وهل هو حقيقه ام خيال. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج دنيا ودين. دمتم في امان الله.